دايما بيقال انه في كده اجواء ملغمه وملبده ما بين عمرو دياب وتامر حسني، يقول لك اللي لحن لده ما يلحنش لده، واللي ينجح مع ده ما يكتبش. في كلام دايما. انا عشان كده كتبت لتامر حسني على فكره، ده اكتر سبب كان مستفز، ان انا عمري ما شفت عمرو دياب مهتم بصراعات ولا مشاكل، واكيد تامر برضو كان في الناحيه الثانيه زمايله ما سمعوش، فحسيت ان 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 الناس كانت عامله حساسيه لان ما حدش كسرها حقيقي. ده كان سبب، حتى تامر كان متخيل ان ممكن يبقى فيه حساسيات او بتاع، وتامر بيحب عمرو دياب جدا وبيحترمه، وقال لي انا ما انت مش فاهم، انا الكلام ده من سنه ونص. وايه من الاغاني الشخصيه ان انت يعني عملتها في ظرف شخصي ما تخصك عشان نفتكرها، كل ما نسمعها نفتكر حكايه تامر مع الاغنيه دي؟ في منهم مكانك في قلبي دي، كان والدي توفى، والكوبلهات كان عمرو دياب سامعها مذهب بس، وانا كان نفسي اعمل حاجه اقول مسج في السنه دي لوالدي، فكانت محدش هيقدر يملى اي مكان تسيبه، وعايش في بعدك عني على الذكريات، في حد في الدنيا دي مش عايز افتكرها بقى. دي اغنيه تخصك. وفي وهتبتدي الحكايات دي كنت تقريبا عاملها لما اتجوزت وانا في الطريق في كاتب كتابي، وهتبتدي الحكايات، كانت عاملها كده. لا يعني ايه اعملها وانا في الطريق؟ وانا في الطريق والله، يعني كان تامر علي بعتني اللحن، يعني بعتلي اللحن على ما وصلت كنت عملت. يعني انت لابس البدله ورايح كاتب كتاب؟ عملتها في الطريق. طب وانت كان دماغك في ايه ولا في ايه؟ ما هو انا بحب مشاعر اللحظه، المود والله، تقريبا من المحور لغايه ما رحت التجمع. طب سمعها لنا يا تامر. احساس جميل صعب اوصفه، واللي انت لازم تعرفه، انا قلبي كنت محلفه، لا يحب ولا يهوى، لا يحب ولا يهوى، شفتك نسيت انا كل ده، ومشيت عيني مغمضة، على فين واخدني معك كده، مع روحك الحلوة، مع روحك الحلوة، وهتبتدي الحكايات، معني قالت لي حاجات، وهو بان عليك علامات في الطريق كده. ورحت توكلت على الله وكتبت الكتاب. مقابل ناس من فريق ناس، دي برضه من اهم الاغاني اللي انا عملتها. حضرتك كمان كنت استضفت ياسمين علي. طبعا دي اغنيه بديعه غناها لؤي، بس ياسمين علي لما غنتها جددتها وحلوتها. دي حقيقه. لؤي كنت غضبان عليه ساعتها، قلتها في كل برامج. انا ولؤي، لؤي طبعا من اعز اصدقائي وحبيبي، وحب صوته جدا، بس احنا ساعتها ما تفهميش حصل ايه في كواليس الاغاني، فقفشنا انا ولؤي، فكنت متضايق الاغنيه دي اصلا مش عايزها تنزل من كتر ما انا متضايق، وفي موضوع حصل كده كنت انا مظلوم فيه. هي كانت تتر مسلسل. تتر مسلسل. واتصالحنا انا ولؤي يعني في الاخر، قال لي خلاص ما زعلش حقك عليا وتمام، وحبيبي يعني من الناس اللي بحبها جدا. بس ساعتها ما كنتش انا راضي على الاغنيه دي. صحيت في يوم لقيت حسين الجسمي. بحييه طبعا. استاذ كبير. الاغنيه دي وهي بتتعمل انا بعت لحسين الجسمي، محمد سامي المخرج كلمني، محمد سامي كمان من المخرجين العباقره اللي بعتز بصداقتهم، وكان لسه مقابلني قريب وقال لي مش انا قلت لك الاغنيه دي هتنجح؟ انا قلت لك انا ما ينفعش والله تعدي كده. صدفه غريبه جدا، انا بعت حسين الجسمي ما كانش صديق مقرب او بتاع، ان انا اتواصل معاه وقلت له في اغنيه في تتر مسلسل عايزينك تعملها. قال لي تمام يا حبيبي، وبعدين تواصلت، هم تواصلوا مع مدير اعماله، يمكن ما وصلوش لاتفاق في انتاجيا يعني، والموضوع خلص على كده. صحيت من النوم لقيت مسج من حسين الجسمي بيقول لي مبروك يا استاذ، اغنيه نقابل الناس دي عبقريه. فانا مش فاهم حاجه، لسه ما فتحتش فيسبوك ولا سوشيال ميديا. فقلت له الله يبارك فيك يا حبيبي، بس دي يعني دي انا قايل لك عليها من سنتين تقريبا او حاجه، هي دي اللي كنت بتاعت المسلسل. قال لي والله لو اعرف كنت غنيتها. ما اعرفش، فما فهمتش. بفتح السوشيال ميديا لقيتنا قابل الناس ياسمين علي،
في كل مكان، وخالد الغندور بتوع الرياضه يتكلموا عليها، وبتوع الفن يتكلموا عليها، ومش عارف مين بيتكلم، ياسمين عليه دي في كل مكان، والاغنيه يعني اتولدت كانها نازله هيت. نقابل ناس، نفارق ناس، وماشيه الحياه عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانيه والتانيه، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح، وده عايش على الماضي، واحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحلالنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له، محدش ضامن الايام، يا بخت اللي يرد بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال واجابته عرفنا في يوم ما نسيبها واخدين ايه، مادام سايبينها سايبنا هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك، هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منصور منور ليه؟ تملي الامل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين، هتلقى الدنيا ملك ايديك. انا بعمل لها شير من البرنامج. حقيقي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.